بعد وقت قصير من نشر فيديو لأسير على قيد الحياة تحت عنوان الوقت ينفد، كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تعلن أن الإسرائيلي ناداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية توفي متأثراً بجراح أصيب بها في استهداف الطيران الإسرائيلي في مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين. الحركة قالت إن حالته الصحية تدهورت ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة بسبب تدمير إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة بحسب ما نقلت رويترز. أتى ذلك بعدما نشر القسام في وقت سابق فيديو لبوبلابيل مدته 11 ثانية فقط يظهر بصحة جيدة مع ظهور بعض الكدمات على وجهه. إعلان حماس هذا يأتي بعد رفض إسرائيل المقترح الأخير بشأن التهدئة، إذ انتهت جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة الوفد الإسرائيلي ووفد حماس من دون التوصل لاتفاق، فيما قالت حماس إن الرفض الإسرائيلي الأخير للمقترح أعاد الأمور إلى المربع الأول، وإنها ستعيد النظر باستراتيجيتها التفاوضية.